النهارده عملنا سموزي افوكادو صحي وجميل من غير سكر صناعي، ومستمرين في العصائر الصحيه. يلا بينا نعمله سوا، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفات. مقادير السموزي: معايا واحده افوكادو انا عاملاها قطع، ومعايا ايس كريم فانيليا، وهنا المفاجاه بتاعتنا الجميله بقى، المكسرات هي سوداني، مش هنحط كاجو عشان محدش يقول الكاجو غالي ومش هنعمل الوصفه، لا انا بسهلها عليكم خالص. ومعايا كوبايه لبن، ومعايا هنا معلقه عسل كبير. جبت الخلاط اللي هعمل فيه العصير، واقوم بسم الله كده نازله بوحده الافوكادو بتاعتنا ديت، واحده كبيره يعني، ممكن لو هتستغني عن الايس كريم تحطي كوبايه وربع لبن لو ما بتحبيش الايس كريم في الوصف. وهنحط السوداني، بحب احطه سليم كده عشان هيتضرب في الخلاط، فهيبقى ايه مجروش، تحسي بطعمه ما يبقاش ناعم بودر وانتي بتشربي العصير. والايس كريم وهنحط الباقي كده، وهنحط معلقه العسل. ممكن تكتفي بطعم الايس كريم بس مع اللبن، بس انا بقولت لكم بحب ايه ما احط السكر في العصاير بتاعه رمضان، واحط عسل افيه. واخر حاجه هنحطها هي كوبايه اللبن. هنشغل الخلاط ونضرب المكونات مع بعض. زينت الكوباية بخطوط عسل شكلها جميل جدا، وهنصب دلوقتي السموزي بتاعنا. شايفين احلى من بره مليون مرة، وانضف، والطعم هو هو. داس كده خلاص، ونزين بقى كده من فوق الكوباية، نعمل خطوط عسل. داس كده جميلة جدا، ومعايا السوداني هنا انا ضرباه في الكبة مجروش، هنحط شوية كده بس في النص. خلاص كده خلصنا، ده شكل السموزي بتاعنا بعد ما صبيناه في الكوبايات. جربوه بقى وقولولي ايه رأيكم.